اهلا بيكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم اونلاين وقصه جديده برضو ليها علاقه بالمصريين بما ان احنا يعني بنتباهى باي حد مصري ممكن يلمع ويبان في اي حته في العالم. احنا كلنا في ظهر بعض حتى لو كان هو ما يعني الناس بتشوفه ان هو امريكاني بس احنا بنشوفه امريكاني يا سيدي من اصل مصري. طبعا عرفتوا احنا بنتكلم على مين؟ رامي مالك اللي خد الاوسكار احسن ممثل في بوهيميان رابسودي. 48 ساعة اللي فاتت او يمكن 3 ايام كمان كان فيه اهتمام كبير قوي من السوشيال ميديا برامي مالك في مصر وفي العالم كله عشان اعلان الشركة المنتجة لسلسلة افلام جيمس بوند الـ 007 عن بدء تصوير الجزء رقم 25 فيلم الـ 25 من سلسلة الافلام جيمس بوند 007. على الاكاونت الرسمي للفيلم على تويتر كشف صناع الفيلم انه هيتصور في 4 دول هي جامايكا نورواي لندن ايطاليا في الجامايكا وفي النرويج وفي لندن في انجلترا بكل تاكيد المملكه المتحده وفي ايطاليا. الاهتمام الكبير على السوشيال ميديا كان لسببين، الاول ان طبعا سلسله افلام جيمس بوند ليها جمهور كبير جدا، وثانيا ان اعلان عن طاقم الفيلم كان فيه مفاجاه. رامي مالك هيقوم بدور الفيلن او الشخصيه الشريره في الجزء رقم 25 بوند 25. على الاكاونت الرسمي لافلام جيمس بوند في تويتر نشروا فيديو رامي مالك مع الاعلان عن انضمامه لكاست الفيلم وعلقوا على الفيديو وقالوا كلمه من رامي مالك عن الجزء رقم 25 من افلام جيمس بوند. رامي مالك في الفيديو قال انه باعتباره الشخصيه الشريره في الفيلم فهو بيطمن الناس انه مش هيخلي جيمس بوند والجزء 25 سهل ابدا على جيمس بوند. تعالوا نسمع رامي قال ايه عن انضمامه للجزء الجديد من سلسلة 007 بوند جيمس بوند. But I'm very much looking forward to joining the whole cast and crew very soon and I promise you all I will be making sure Mr. Bond does not have an easy ride of it in this his 25th outing. مجلة فانيتي فير الأمريكية على صفحتها الرسمية على انستغرام احتفلت بانضمام رامي مالك لفيلم جيمس بوند وقالوا تعرفوا على أحدث شرير لبوند. انضم رامي مالك رسميا لبوند 25 الفيلم الجديد اللي لسه اسمه لغايه دلوقتي بوند 25 لسه ما اتقالش الاسم بتاع الفيلم هيكون ايه. وعد انه سيحرص على الا يكون السيد بوند قادرا على القيام بذلك بسهوله. لكن طريق النجاح مش دايما بيكون مفروش بالورود، هتلاقي دايما منغصات. فمثلا من ضمن الردود اللي جت على البوست بتاع مجله فانيتي فير كان في كومنت او تعليق من نيثن ادريان وهو سباح اولمبي امريكي فاز ب5 ميداليات اولمبيه، فقال هيفضل بالنسبه لنا رامي مالك اخمن رع. قال في مخك كده مين اخمن رع؟ ايوه فرعوني. مقصود بيه دور رامي مالك في فيلم نايت ات ذا ميوزيوم. نايت ات ذا ميوزيوم اخمن رع رامي مالك في فيلم بتاع بن ستيلر اللي اتعمل منه جزئين. خلينا نرجع بعيدا عن اخمن رع ونفضل مع جيمس بوند. الصفحه الرسميه لافلام جيمس بوند على فيسبوك بعدها نشرت صوره فريق العمل اللي بدا تصوير اولى مشاهد الفيلم وبينهم بطل الجزء الاجزاء الاخيره الاربع افلام الاخيره دانيال كريج جيمس بوند وكمان المخرج الجديد للجزء الاحدث من سلسله افلام جيمس بوند وهو كاري جوي فوكوناغا وهو امريكي بالمناسبه عشان الاسم ممكن يبان انه اسيوي شويه. ده المخرج. على نفس البيج نشروا صوره للممثلين اللي بينضموا جديد لسلسله افلام جيمس بوند وعلى راسهم رامي مالك المصري الامريكي رامي مالك وانا دي ارمس من كوبا الممثله الجميله ممثله شاطره وليها مستقبل لسه بتبتدي جديد او بقالها فتره الناس اللي متابعه شويه السينما في امريكا اللاتينيه وفي هوليوود ليها شغل كمان في بالي ماجنسون ولاشانا لينش. اما على انستغرام فنشر الاكاونت الرسمي للعميل 007 او جيمس بوند مقتطفات من كلمات النجوم اللي شاركوا في الجزئين اللي فاتوا من سلسله جيمس بوند وكمان هيكون ليهم ظهور قوي في الجزء اللي جاي ومتوقع انه يكون في السينمات في ابريل سنه 2020. من الفنانين دول كان رولف فينس اللي قال انه متحمس للعوده بشخصيه ام ايجنت ام في الجزء ال 25 واللي قال انه متحمس للشغل مع المخرج كاري فوكوناغا وذكر اسماء ممثلين كتير وبعدها خرج مع دانيال كريج بطل الفيلم وادعى انه مش فاكر اسمه. خلينا نشوف الفيديو. I'm excited to
Hello, I'm Ralph Fiennes and I'm excited to be returning as M in the new Bond film. I have really enjoyed playing this role in the last two films and I'm delighted to be working with Barbara and Michael and our new director, Cary Fukunaga, and of course, what's his name? Daniel, is it Daniel Craig? Yeah. Looking forward to working with him. What's his name? What was his name? Daniel Craig. بطل اخر اربع افلام اللي اتنقلت فيها جيمس بوند لمرحله جديده. اتقال ان دي كانت نقله في الدبل او 7. مع اول يوم تصوير نشرت مجموعه من الممثلات اللي بيشاركوا في الجزء ال 25 من جيمس بوند مجموعه تويتات منها انا دي ارما اللي قالت على الاكونت بتاعها على انستغرام انا دي ارما انا سعيده جدا بالعمل الى جانب هؤلاء الفنانين الموهوبين المذهلين لا يمكن ان انتظر للبدء. والصوره دي في جامايكا. فين في جامايكا؟ في المكان اللي صاحبه هو اللي بيكتب السيناريو والحوار بتاع افلام جيمس بوند وكان اتصور فيه قبل كده ايام شون كونري في نفس الفيلا اتصور فيه جزء من اجزاء جيمس بوند. كمان الممثله لاشانا لينش شكرت على حسابها جمهورها اللي هناها بعد انضمامها للفيلم وقالت على الاكونت بتاعها على تويتر شكرا ليكم على كل تويته او تعليق او رساله على الواتساب وطريقه تانية شفت بيها حبكم انا بقدر كل جزء منه. الوقوف في فيلا إيان فليمينج اللي قلت لحضراتكم عليها اللي اتصور فيها فيلم جولدن اي 007 ايام جيمس بوند السابق شون كونري مع هذه المجموعه الرائعه شيء سريالي. بتقصد الفيلا طبعا اللي بداوا فيها تصوير اول مشاهد الفيلم. كمان الاكونت الرسمي لدليل السينما او سينما جايد على تويتر في عمل حصر في ثريد كامل مجموعه تويتات لنجوم الجزء ال 25 من سلسله افلام جيمس بوند سواء اللي انضموا حديثا او اللي لسه مستمرين في الاجزاء السابقه وقال بوند 25 ابطال الفيلم المنتظر في 2020 وحط الصور زي ما هنشوفها مع حضراتكم سريعا. اول صوره دانيال كريج، الصوره اللي بعدها رامي مالك وهو التحدي الجديد لجيمس بوند الفيلن او الشرير، اللي بعديه ابطال الاجزاء السابقه رولف فاينز ومجموعه من ابطال الاجزاء السابقه اللي هيظهروا في الجزء ال 25 من جيمس بوند. بن وشو، ناومي هارس، دي اخر صوره اتنشرت على الاكونت الخاص بالسينما جايد. كده نكون قلنا لحضراتكم ان رامي مالك بعد ما خد الاوسكار اول حاجه هيعملها هي جيمس بوند. بالتاكيد الراجل ده سايب علامه في السينما عشان يختاروه في انجلترا انه يكون ممثل في سلسله افلام جيمس بوند. حفر اسمه في التاريخ رامي مالك زي ما مصريين كتير حفروا اسمهم في التاريخ، زي ما في مصحف ممكن يكون مصري موجود في التاريخ هيتباع بكره في مزاد. حاجه مؤسفه. على اي حال كل سنه وكل عمال مصر بخير، اصحاب الياقات الزرقاء البروليتاريا كل سنه وانتم طيبين وعيد عمال بخير عليكم يا رب، ورمضان على الابواب كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم الحلقه الجايه من اونلاين. We'll be right back.